ووصلنا لفقرتنا الاجتماعية أو النفسية خلينا نقول. أكيد رشا، رح نحكي اليوم عن شعور يمكن كتير من الأشخاص ممكن يتعرضوا لهم بحياتهم، إما لسبب معين أو بشكل عام، وهو الخوف. الخوف هو أمر قد ما كان في إيجابيات أيضا في سلبيات، لأنه الأشخاص لما بيزيد عندهم الشعور بالخوف ممكن هذا الشيء يعيقهم ممارسة حياتهم الاجتماعية وحتى العملية وحتى ضمن العائلة. ولكن إيمت بيكون هذا الشعور هو شعور سيء؟ إيمت بيكون هذا الشعور بحاجة لعلاج؟ أكيد سلمى، هلا هي خلينا نقول فطرية وكمان مكتسبة عند كل حدا فينا. أحيانا هذا الخوف بيكون وهم، بيكون خيال، بيكون أنا إذا تذكرت شيء بالماضي صار معي ذكرى بتخوفني فبرجع بشعر بنفس الشعور اللي أنا كنت فيه مريت فيه سابقا. ومثل ما قلتي للأسف دائما عم بيكون له سلبيات أكثر، أنا لأني خايفة هذا المشروع ما رح أقوم، ما رح أختفي ولا خطوة، ولأني خايفة هذا المجال ما حأدخل فيه، وعم تكون هيك الخسارات كتير كبيرة. رح نتعرف أكثر عن الخوف، أسبابه، العلاج، وأيمت ممكن يتدخل الطب الاجتماعي والنفسي ضمنه. أكيد مع الاستشارية الأسرية عزة فيصل كردي، حضرتك استشارية أسرية وأخصائية نفسية ومدربة. صباح الخير لإلك. يا صباح النور، يسعد أوقاتكم. أهلا وسهلا فيك. الخير. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم. الخوف مفهوم وشعور كتير كبير، وممكن صحيح الإنسان يمر فيه بحالات معينة مثل ما قلنا بالبداية، لكن لا، ممكن يكون مرافق بكل خطوات حياتنا. صحيح. هون بنبلش نقول في عائق. صحيح. شو مفهوم الخوف علميا؟ هلا بداية نحن لنبسط الأمور للسادة المشاهدين، كون شعور الخوف نحن دائما بنشهد فيه. فهو الخوف هو شعور طبيعي بيحدث للإنسان نتيجة موقف، حدث، أو أي مصير خارجي هو بيكون خارج عن المألوف إذا فينا نقول. وطبعا إذا هيك بدي فوت مباشرة مشان أنه نوضح أنه الخوف هو له عدة عوامل وله عدة مسببات وأيضا له عدة آثار ونتائج رح نحكي عليها هلأ شوي تانية. لكن اللي بدي أقول أنه الخوف هو أحيانا كمان بيكون ما بس أنه هو شعور، فهو بيحاول بيكون تأثيره كتير كبير على الشخصية، فالإنسان هون بتصير معه عدة أمور يمكن بالتغيرات الجسدية والتغيرات النفسية اللي بتظهر عليه، فبتخلي الناس تشعر أنه هو عن جد هذا الإنسان عنده خوف شديد. طيب خلينا هيك نحكي، قديه اليوم الطفل، تأسيس الطفل بيأثر على منشأ الخوف عنده؟ بس كبر وصار بمرحلة عمرية يقدر يرجع لذاكرة الطفولة عنده. هلأ بنعرف الطفل بيخلق ما عنده شيء اسمه خوف، أصلا ما بيعرف الخوف، ممكن يخاف من الأصوات العالية اللي بتصير فجأة، أو إذا وقع من مكان عالي، الباقي مكتسب. نحن اللي عم نخوفه، يعني نيجي بدنا نسكت الطفل بنقول له بس بيجيك مثلا العو، من قال له هيك بالعمل بس هلا بحطوك بغرفه الفيران، هلا بيعملوا كذا. فهدول التراكمات اذا كانت شوي شخصيته مهزوزه عملت عنده ردات فعل كبرت معه. نعم. قبل ما جاوب على سؤالك بدي أقول شغلي، أنه نحن من عوامل الخوف اللي بتساعد أنه الخوف يظهر، من أحد الأسباب المهمة هي مشكلات في الطفولة، بالإضافة اللي رح هيك عرج عليها سريعا، مشكلات التفكك الأسري، الأزمات اللي عم نمر فيها، الأزمات الاقتصادية، الأمور، الضغوط اليومية، التفكك، ممكن تكون الشغلات حدثت مع الإنسان في الماضي ومن ضمنها هي مشكلات الطفولة. فلحتى الطفل يكون عنده دائما، بعض الأشخاص يعني بعض الأهل دائما بتعاملوا مع أطفالهم من باب الخوف، يعني ولنفرض أم دائما عندها أسلوب الخوف لحتى ترغب ابنها بشكل هي مفكرته أنه صحيح، بس هو أكيد خاطئ، أنه لتحل وظيفتك أو لتكتب الدروس اليومية لازم تعملها مشان المدرس بالمدرسة ما يخاف من المدرس يكون مثلا يعاقبك، اليوم لازم تعمل هاي الشغلة الفلانية لأنه إذا أنت ما عملتها أنا ممكن أني أنا ساوي لك هيك مثلا بالبيت. تمام، أنه هي عم تشجعه على أنه يقوم بأشياء اليومية لكن من دون ما تشعر هي عم تخوفه، باب الخوف مو من باب الرغبة. تمام، فصار الولد تبرمج الطفل على أنه يخاف. بيكبر الولد بيكبر عنده خوف من كل شيء، عنده خوف من العتمة، عنده خوف من إذا حكى مع صديقه، عنده خوف إذا ما عمل واجباته، عنده خوف إذا ما أدوى، إذا أي شيء بيعمله أقل كلمة بتحدث، يعني بتصير عند بعض المجتمعات أو بعض العائلات الله بدي يدخلك على النار. طبعا فنحن حطينا الخوف من دون ما نشعر بأطفالنا، وهذا الشيء هن عم يكتسبوه
بالايام الطبيعيه عم يكتسبوه ويتبرمجوا عليه من دون ما نشعر. طيب استاذه عزه، يعني نحن دائما وقت بنحكي عن اي مشكله اجتماعيه او نفسيه وبيكون مردها طبعا من الطفوله عند الاطفال، بنقول هاي المشكله تظهر يمكن اكثر عند لما بيكبروا، ممكن هن صغار ما كثير بيبين، ولكن التاثير بيصير واضح كثير بفتره محدده من عمر خلينا نقول المراهقه. نعم. ببلش انه لا في مشكله عند ابني مردها للطفوله، هون كيف بتبلشوا اعاده فرفكه هي البرمجه اللي صارت لسنين طويله للاسف؟ اكيد هلا نحن بدايه بنقول هذا ينصب تحت كمان جواب ثاني اللي بدي اقوله، انه نحن دائما وقت بدنا نشوف نعالج مشكله الخوف، لانه هي الناس يعني فينا نقول انه اذا انت بتكبري الموضوع وبتكتشفي انه انت عندك مشكله، لكن هي بحل يعني هو ما فينا نعده انه هو مرض او شيء او مرض نفسي او شيء. لا هو شعور طبيعي بيصيب كل الناس، حتى ممكن الخوف يكون ايجابي، لأن الخوف الإيجابي هو بيعطيكي أنك أنت يكون عندك حافز أكثر، بيعطيكي دافع لأنك أنت تشتغلي على حالك، بيعطيكي دافع أنك في شغلات كثيرة مثل اللي بيخاف من الفحص بيدرس، بخليكي أنك أنت تجتهدي أكثر، بينسى الورقة شو حافظ. بس أما الخوف اللي نحن مثل ما تفضلتي بسؤالك، أنه نحن بدنا نكتشف أنه هالإنسان من شو عنده عقدة الخوف، لشو أنت خايف، فسواء كان طفل ولا كان انه بيوصل لفتره المراهقه، فتره المراهقه كثير الموضوع حساس، لانه انت ما عم تشتغلي على موضوع الخوف فقط، انت اليوم الانسان المراهق هو عنده عده امور عم تصير بشخصيته، فنحن هون كثير بدنا نكون مدركين لهذا الموضوع. فبالتالي الخوف لما بيكون عنده امتى بيظهر؟ ممكن يظهر وقت الامتحانات، ممكن يظهر وقت العلاقات، ممكن يظهر بصداقات، ممكن يظهر لما بده يقدم على امر، فيظهر الخوف عنده بشكل اكبر. فنحن هون كاهل او كاستشاريين، نحن انا دائما بقول انه نحن نحاول نلجا، يعني مو عيب ابدا انه نحن نستشير، نعزز نحن بمجتمعنا ثقافه الاستشاره، الاستشاره النفسيه والاستشاره الاسريه. الاستشاره هي مو معناتها انه انت انسان مريض او عندك مرض نفسي، انت لما عم تستشير عم تحل مشكلتك باقل الخسائر الممكنه. قد ايه بالعشر سنوات او ال 11 سنه اللي مضوا نسبه الخوف صارت مرتفعه عند الكل؟ يعني في ناس تجاوزت القصه، يعني بس يعني احنا ما فينا ننكر انه كنا عايشين حاله رعب وخوف يعني. صحيح. بس في ناس للاسف يعني راحوا فوبيا بالوضع اللي كان. اليوم شو الفرق بين الفوبيا، الوسواس والخوف العادي؟ هلا الخوف العادي هو شعور بصيب كل الناس، ممكن انه انت يصير عندك خوف من امر معين، امر طبيعي، ممكن انا يصير عندي خوف من اي شيء ثاني بالحياه، ردود افعالنا رح تكون طبيعيه اللي هي معروفه عن الخوف. اما لما الامر بصير انه هو يكون امر مبالغ فيه وبصير هو عن جد انه من وين المبالغه بتجي؟ من الشخص نفسه؟ بتجي من الشخص نفسه. وفي شغلات حسب الدراسات اللي اثبتت اخيرا بالسنوات الاخيره طبعا، انه في هاي الدراسات بتقول انه نحن مثل ما تفضلتي في شيء هو وراثي، يعني في شيء نسبي وراثي والاشياء الثانيه هي مكتسبه، لانه نحن ما تعودنا انه نواجه وراثه. ممكن في عامل، نعم في جزء بسيط يعني نسبه بسيطه اثبتت الدراسات النفسيه مؤخرا انه ممكن يكون وراثي، يعني اذا عندك الام او الاب عندهم حال دائما عندهم كان خوف حتى بطفول، فممكن الطفل ياخذ لكن بنسب بسيطه. بس هي الشيء هذا مو معناته انه نحن الطفل انه ما بقى نحن نقدر نسيطر عليه، اكيد لا، لانه نحن مثل ما حكينا انه نحن نبرمج الطفل من هلا على الشغلات الصحيحه، انه يكون شجاع ويواجه مخاوفه حتى ما تصير معنا بالايام كثير هي عاده سلوكيه، ونقول لانه هي مورثات او هي وراثيه خلص نحن ما بقى نشتغل عليه، اكيد لا. والامر الثاني الفوبيا هي لما بتكوني انت مثلا، دائما نعرف عن الخوف من فوبيا المرتفعات، عندنا فوبيا من الحيوانات، عندنا فوبيا من الاشياء كثيره ممكن تكون، فهي الفوبيا هي بتكون انه جد الانسان بصير عنده حاله هلع ومرض من هذا الموضوع. فهون هي الفوبيا هون تتوجب علاج لما الانسان بيكتشف انه هو عنده هي الفوبيا، فهون لازم يلجا اكيد لحدا يساعده طبيب نفسي. يمكن سلمى افضل شيء انه الانسان يواجه الخوف يعني هيك قصاده، يعني يمكن بوقتها يقدر يتجاوزه. اكيد. خليني اسال حضرتك، اليوم كثير بنسمع مفهوم انه في شخص موسوس. نعم. قديش في فرق كثير كبير بين الخوف وبين الوسواس؟ نعم. هلا اليوم الوسواس، حتى الوسواس كمان له كثير يعني له كثير عوامل، له كثير
تسميات ومعاني، لكن نحن لما بدنا نقول الخوف يفرق عن الوسواس، لأنه الخوف هو شعور وشعور إنساني طبيعي. يعني أنت ممكن تروحي على امتحان تخافي، طالب الجامعة يخاف من الامتحان، ممكن تكوني أنت عم تمشي بدك تعبري الشارع تخافي من سيارة، هو شعور طبيعي. أما الوسواس هو يتجاوز هاي الحد، الخوف بصير عنا دائما أنه زيادة خوف وأكثر وأكثر، يعني مراحل متقدمة من الخوف تخليك أنه أنت دائما عندك هذا الشعور أنه أنت موسوسة من أي شيء، فبصير بيأثر لحالة مرضية اللي هي تصنف كمان تحت الأمراض النفسية، وهون كمان يتوجب إلى علاج. حتى الخوف له أعراض على الجسد وعلى الوجه، بس شو الربط دائما أنه بالامتحان أو وقت بالصف يعني طلع سمع، ففورا بتصيب هذه حالة الخوف وفورا تشنج بالمعدة، يعني دائما مرتبط الخوف بالجهاز الهضمي عنا. أكيد يعني أكيد. شو الأعراض اليوم نحن نقدر نعرف الشخص اللي قدامنا خايف؟ يمكن في إفرازات هرمونية بتصير بالجسم بشكل كتير كبير. هلأ دائما الخوف بيظهر على صاحبه، وإلا بعض الناس كمان بتحاول أنه يتخبي خوفها، لكن دائما بتحسي أنه الإنسان اللي بيخاف وقت بيطلع بفمل بتجي ورقة الامتحان، حتى ممكن أنه معدته أو حتى بصير عندك تشنج بالمعدة، هاي من أهم الأعراض الجسدية والعضوية اللي بتظهر، أنه بصير عندك تشنج بالمعدة. ممكن ناس بصير عندهم اصفرار في اللون فورا، بتحسي أنه شحب لونهم، فبتقولي لا، فبتقولك انه صفر لونه، انه في شيء مو طبيعي. يعني اكيد بصير عندنا تسرع بضربات القلب، قشعريره، في ناس بترجف، يعني بصير عندها رجفه انه من الخوف، في ناس كمان ايضا بصير عندها جفاف في الفم، بصير بتحكي ما يعني بس بدها تشرب مي ما عم تقدر. اضف الى ذلك يعني كمان هي العوامل الجسديه مهمه، العوامل النفسيه ايضا، لان كل هاي المكونات والمعطيات لما بتصير عند الانسان الخائف بصير عنده ارهاق وهن بجسمه كامل إذا استمر الخوف لمدة كذا يوم. فهون نحن لازم ننتبه، يعني الإنسان الخائف لازم دائما حاول يتجاوز ببعض النصائح. ما بعرف هذا لازم يعني نحكي عنه بعد ما فصلنا هيك بشكل أكيد أكيد كامل شو هو الخوف وكيف ممكن يكون أعراضه. خلينا نحكي عن أساليب المعالجة إذا فينا نقول، أو تخطي المشكلة. دائما بنسمع أنه العلاج بالصدمة، أنه دائما نخلي الشخص الشيء اللي هو بيخاف منه صحيح. أو بيتوسج منه أنه هو ينصدم فيه. أنت مع هذا النوع من العلاجات ولا لا؟ هلأ نحن دائما بنقول أنه حسب كل حالة، نحن دائما في نظريات بعلم النفس، في أساليب علاج اكيد هلا هي كبيره ومتعدده، يعني ما في مجال لذكر الان، لكن نحن دائما كل حاله استثناء عن الاخر. نحن دائما بدك انت بدك تجي تتوجهي لانك انت تساعدي انسان، بدك تشخصي اولا انه انت عندك مرض نفسي. بفرق كتير كبير اليوم بين المريض النفسي وبين انك انت تعملي استشاره، يعني باستشاره منه تحللي له مشكلته. لما بيكون في عنده مشكله جسديه، ممكن عنده مرض نفسي، ممكن انت توجهيه لطبيب نفسي، ممكن هون ساعتها بيصير العلاج ياخذ منحى اخر. لكن نحن دائما تحت بنود الاستشاره انه انت حتحاولي انك انت تفكفكي المشكله وممكن انها تنحل من دون اي شيء. فهو اليوم كتير مهم، كتير مهم انه نحن بغض النظر كمان عن طريقة العلاج، أنه نحن نفهم المشكلة أساساً، أنه نحن الإنسان الخائف يعترف أنه أنا عندي مشكلة، يتوجه بشكل صحيح، أنا بخاف، هاي مشكلتي، أنا بدي لاقي حل لمشكلتي. أضف إلى ذلك أنه نحن دائماً من الشغلات السريعة على حسكرة سريعة، نحن لازم يكون عنا دائماً أنه نستعين بالاستشاري اللي ساعدنا ويفهمنا، نحاول أنه نحن نتوجه للإنسان الصح، نحاول أنه نحن نحكي نتحرر من الخوف. أهم شيء دائماً بالحياة تواجهي الخوف وتتحرري منه، يعني دائماً هاي المواجهة هي صعبة بالبداية، لكن بالنهاية حل الإنسان يرتاح. وأضف أنه في بعض الممارسات اليومية، رياضة، الاسترخاء، التنفس، اللي نحن لازم نعتبر هذا التنفس تقنية ومهارة يومية، لازم أي إنسان طبيعي يحاول أنه يتصرفها بالأيام العادية. وأكيد المحيط والأسرة والأهل كتير بيلعبوا دور لحتى يدعموا الإنسان
نحن جميعا بحاجة لنفسي ومعنوي بين الحين والآخر من أي مشكلة بتصير معنا بالحياة عشان نقدر نكون مع بعض لنواجه أي مخاوف بتصير. أكيد. هلأ ده حكينا هيك شوي سلبيات، بس كمان في إيجابيات يعني بالقصة، يعني ولو هيك بشكل سريع. يعني الخوف كمان هو غريزة للبقاء، غريزة طبعاً إنه طبعاً. أنا ما أروح على التهلكة بقصص، يعني الخوف منعني منها، يعني فينا نقول اليوم إنه هاي القصص إيجابية. أكيد القصص إيجابية، قلنا إنه نحن وقت منخاف من شيء منحاول إنه نبدع، لكن هو الخوف هون خوف إيجابي، يعني نحن ما بدنا نسميه بس خوف، هو بدنا نسميه نحن نحن بالضبط إنه نحن كمان نحاول إنه لهالموضوع مهم، فنحن حتى ولو يعني نحاول ما نصدر كلمة خوف. نحن دائما نقول إنه نحن عنا حذر، نحن عنا حالة معينة، نحن بدنا نعمل جهدنا لنحصل لأحسن النتائج، مو لأنه أنا بخاف النتائج مو تكون منيحة. فهون اليوم أسلوبنا بالحديث حتى مع ذاتنا يختلف، نحن ما بدنا نقول من خافنا نصير هيك، بخاف المشكلة، لا نحن نحور الكلمات لأسلوب إيجابي أفضل مع الذات، لحتى دائما نحن تأخذ هاي الكلمات الإيجابية باللاوعي عند الإنسان وتصير هي كمان مع الأطفال ومع المحيط. أكيد يعني معلومات مهمة اليوم. شكرا. كانت معرفتك، نتمنى أكيد الكل يكون استفاد منها. شكرا كثير لوجودك. شكرا لوجودكم. شكرا لاستضافتكم الكريمة. أهلا نورتينا. وأكيد القصة بحاجة لتدريب دائما. أكيد. يعني بضل منقول نحن دائما المشاكل الاجتماعية والنفسية دائما التدريب هو الأهم بنجاح أي مشكلة بالحياة أو أي إنسان أو حتى أي عادة. دائما أنت بتعطيها فترة تدريب يومي، هي حتصير عادي سلوكية يومية إن شاء الله. شكرا لتواجدك معنا اليوم. الاستشارية الأسرية عزة فيصل كرتي حضرتك، أخصائية نفسية ومدربة. شكرا لكم، سعد أوقاتكم. يا هلا. أما هلا سلمى حنروح ضمن